انطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية القادم للسنوات الخمس المقبلة من ضمن 26 مرشحا. وقد توافد عدد من أبناء الجالية التونسية في مصر إلى مقر السفارة التونسية بالقاهرة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. والمزيد مشاهدينا حول إدلاء التونسيين بمصر بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، تنضم إلينا من السفارة التونسية الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. أهلا بك شيرين وإليك الكلمة. أهلا بك. بالفعل أنا من داخل مقر السفارة التونسية بالقاهرة، حيث يواصل أبناء الجالية التونسية بمصر الإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج. انطلقت هذه الانتخابات في تمام 8 صباحا، حيث فتحت هذا المقر الانتخابي أو مركز السفارة في تمام 8 صباحا حتى أو حيث يغلق أبوابه في تمام 6 مساء. الإقبال جيد حتى هذه اللحظة، حيث لا يزال أمام الناخبين التونسيين يومين آخرين، حيث من المقرر أن تنتهي الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر. لا يزال أمامهم غدا وبعد الغد لعملية التصويت. عدد الناخبين التونسيين في مصر بيبلغ عددهم 7000 مواطن تونسي ممن يحق لهم عملية التصويت، وهم من أصل 400000 تونسي متواجدون حول العالم في الخارج ممن يحق لهم عملية التصويت. هذا المقر هو واحد من ضمن 2 في مصر، حيث يوجد مقر آخر في محافظة الأسكندرية للراغبين في الإدلاء بأصواتهم في عملية الانتخابات التونسية. هذا المقر أو يعني هذا المقر والآخر في الأسكندرية هم 2 من أصل 390 مقر حول العالم في 45 دولة. يعني بالنسبة لعملية الانتخابات فهي ميسرة للغاية بالنسبة للناخبين التونسيين. في البداية بيتم التوجه إلى هذا المكتب وإبراز بطاقة الرقم يعني بطاقة تعريفية أو رقم التعريفي أو جواز السفر، حيث بيتم إدخال البيانات الخاصة به للتأكد من يعني حقيته في عملية التصويت. ثم بعد ذلك بيتجه إلى هذا المكتب لأخذ بطاقة الاقتراع المدون عليها 26 مرشح، وبيتم وضعه في الصباع الإصبع الخاص به في الحبر الفسفوري لضمان عدم تكرار عملية التصويت مرة أخرى. بعد ذلك بيتم التوجه خلف هذا الساتر للإدلاء بصوته بحرية وشفافية ونزاهة كاملة. بعد ذلك بيتم وضع الورقة الخاصة به بعد يعني الانتهاء من عملية التصويت في هذا الصندوق محكم الغلق، والذي لن يتم فتحه قبل يوم الأحد مع عملية الفرز يعني لضمان الحيادية والنزاهة والشفافية. هناك أيضا بعض التيسيرات الخاصة لذوي الإعاقة، تم طبع بطاقة الترشيح بطريقة برايل لمساعدة يعني ذوي الإعاقة من المكفوفين للإدلاء يعني في العملية الانتخابية بحرية وشفافية ونزاهة كاملة. نقترب أكثر من الانتخابات التونسية، هي 11 في تاريخ الجمهورية التونسية والثانية بعد ثورة الياسمين التي اندلعت عام 2011. هذه يعني أولى الانتخابات التي كانت بعد الثورة كانت عام 2014، وأتت بالرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وفته المنية قبل بضعة أشهر، والذي عجل من الانتخابات الرئاسية التي كانت من المقرر يومي 17 و24 نوفمبر، حيث انطلقت هذه الانتخابات مبكرة بسبب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، لتنطلق في 15 سبتمبر المقبل داخل البلاد و13 خارج البلاد. يعني هذه يعني عدد المرشحين في هذه الانتخابات هم 26 مرشح رئاسي من يعني تم بعد استبعاد 70 مرشح آخرين لعدم استفائهم الشروط المطلوبة. من بين المرشحين سيدتان يعني بتخوضتان هذه الانتخابات هذا العام. من أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق. ويعني أيضا كان يعني هذه الانتخابات بتنطلق يعني المقرر من الإعلان هذه النتيجة يوم 17 سبتمبر المقبل يوم الثلاثاء. ربما هذه الصورة لدينا، وبالعودة إليكم استوديو مرة أخرى.